بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ نحل مع بعض النهارده مسائل من بنك الأسئلة والامتحانات التجريبية كتاب المعاصر الديناميكا. هنحل النهارده مسائل على تكامل الدوال المتجهة إن شاء الله. السؤال الأول معانا بيقول: إذا كانت عين بتساوي 8 نون زائد 5 وكانت سين 0 بتساوي 7، فإن سين 4 بتساوي نقط. إحنا هنا عندنا السرعة، عايزين نجيب الإزاحة. طبعا يعني عشان اجيب الازاحه بكمل السرعه. طيب، في قانون محافظينه يا شباب، او س ناقص س صفر، عارفين ان س ناقص س صفر بيساوي تكامل السرعه للنون من اول صفر لحد ايه؟ لحد النون، لانه بدأ من اول البدايه بتاعته اول صفر لحد ايه؟ زمن معين. وجاب لي في المساله ان س صفر بتساوي 7، بيقول لي ان س صفر بتساوي 7، وعندي عين تساوي 8 نون زائد 5، دي السرعة. طيب القانون ده بنحفظه عشان نحل بيه المسألة. نطلع من السرعة الإزاحة، يبقى س ناقص س صفر بيساوي تكامل عين بالنسبة لنون من صفر لحد نون. طب س ناقص س صفر أهو، هو بدأ قالك س صفر بكام؟ ب7، يبقى س ناقص 7، س صفر أهو بإيه؟ ب7. طيب تكامل من صفر لحد نون، السرعة اللي هي 8 نون زائد 5، كل ده النون. طيب تعالى نكمل بقى، يبقى س ناقص 7 التكامل عندي بزود على الأس 1 وأقسم على الأس الجديد، كل ده من صفر لحد نون، يبقى 8 نون تربيع على 2 زائد 5 نون، يبقى س ناقص 7 هنا تبقى 4 نون تربيع زائد 5 نون، لأن لما نعوض بنون بعد كده نعوض بصفر هيطلع نفس الإيه؟ القيمة بتاعتي. يبقى أنت وصلت إن س ناقص 7 بيساوي 4 نون تربيع زائد 5 نون. هو عايز في المسألة طالب مني س 4، يعني عايزين إزاحة عند الزمن 4 ثواني، يعني هنعوض مكان النون ب4 في العلاقة اللي إحنا وصلنا لها. يبقى يعني عندك وصلت إن س بتساوي 4 نون تربيع زائد 5 نون، عند نون بتساوي 4 اللي هي س 4 بتساوي، يبقى 4 في 4 تربيع زائد 5 في 4، يعني 4 في 16 زائد 20، 4 في 16 64 زائد 20، وعندنا هنا في 7 هنودي الناحية التانية بعكس الإشارة اهي، زائد 7 يبقى 1 و70. يبقى الإزاحة عند الزمن 4 ثواني، عند النون بتساوي 4، طلع إيه؟ 71. يعني أنت جبت الإزاحة. يبقى الإزاحة جبناها من تكامل السرعة، يبقى س ناقص س صفر بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن من أول الزمن صفر بداية الرحلة لحد الزمن نون، ماشي؟ يبقى س ناقص س صفر، ها؟ س ناقص 7 اللي قال لك س صفر ب7، يعني المسافة اللي كان بادئ من عندها عند الزمن صفر كانت 7 متر مثلا، ماشي؟ بعد كده احنا طلعنا مين؟ الإزاحة عند ايه؟ عند 4 ثواني. الإزاحة بعد 4 ثواني تطلع 71 ثانية، يعني الجسيم مثلا كان بادئ هنا عند الزمن، أول ما بدأ كان الزمن بصفر، نون بصفر، كان بادئ من المسافة كام؟ مسافة 7 متر. وبعد كده سرعته كان ماشي بيها عين بتساوي 8 نون زائد 5، دي السرعة اللي كان ماشي بيها. فجبنا التكامل من صفر لحد نون، تكامل الفترة. يبقى انت عشان تجيب الإزاحة من السرعة تقول س فارق س صفر بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن، تكامل من صفر. دي بتبقى حافظها القاعدة دي أول ما تجيلك، تمام؟ س ناقص س صفر بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن، يعني يجيب لك سرعة وعايز إزاحة بتكامل السرعة. أنت عارف السرعة، السرعة هي كان قبلها إزاحة وبعدها عجلة، يبقى احنا نازلين كده تفاضل واحنا طالعين كده تكامل. يبقى لما اجيب للسرعه وعايز منها الازاحه بعمل تكامل. يبقى انت بتعمل تكامل السرعه، بس تاخد بالك مش تكامل السرعه دايما بس، لان انت عندك في فرق بين السين والسين صفر، تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتنا طلعت 71. وفي كمان معانا 20 اهي، ما جمعناهاش يا ولاد، زائد 20 تديني ايه؟ 91. يبقى 64 زائد 20 زائد 7 يديك ايه؟ 91، تمام كده؟ فهمنا؟ طيب السؤال التاني: إذا كانت العجلة بتساوي 4 نون زائد 3، وعندي عين، السؤال اللي بعده رقم 2، هو جاب لك العجلة
وعندك السرعة، عندي الزمن 2 سوا 20 متر كل ثانية، وعايز منك تجيب السرعة، لأن السرعة بتساوي نقط. ولو عايز السرعة ايه ابتدائية، عايز السرعة ابتدائية اللي بدأ بها الجسيم. طيب نفس الفكرة شباب، اما اجيب لي العجلة وعندي السرعة بجيب تكامل العجلة، يعني اقول له عين ناقص عين صفر، السرعة ناقص السرعة الابتدائية تساوي التغير في العجلة بالنسبة للزمن، اقول له من اول صفر لحد الاول. طيب عين ناقص عين صفر هو بدأ، ما عايز اجيبها، لكن هو عند السرعة عند الزمن 2 كانت 20 متر كل ثانية، يبقى عين 2 ناقص عين صفر بيساوي تكامل العجلة بالنسبة للزمن. العجلة كانت 4 نون زائد 3 ده 2 نون، عندك من صفر لحد نون، يبقى عين 2 كانت ب20، تقول 20 ناقص عين الصفر، هنجيب التكامل بقى من أول صفر لحد إيه؟ لحد نون. التكامل هنا بنزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، تبقى 4 نون تربيع على 2 تبقى نون تربيع، وهنا 2 زائد 3 نون، يعني 20 ناقص 90 بيساوي. خد بالك احنا عند الزمن ايه 2، يعني تقول من 0 لحد 2، يبقى انت هتعوض اهو التكامل بتاعك من 0 ل 2، حدوده من 0 ل 2، ماشي؟ عوض كده، 2 نون تربيع زائد 3 نون، يعني 20 ناقص 90 بيساوي، عوض، يبقى الناتج هيطلع بكام؟ 4 في 2 ب8 زائد 2 في 3 ب6، يبقى 20 ناقص 90 بيساوي 14، يعني العين الابتدائية تساوي 6، أقول له متر لكل إيه؟ لكل ثانية، دي السرعة إيه الابتدائية بتاعتي. فهمنا المسألة شباب؟ يبقى أنا جبت العجلة وعايز منها السرعة، العجلة عشان أوصل للسرعة بجيب من تكامل، طالما في فرق بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية والسرعة اللي وصل ليها عند زمن 2 كانت ب 20 متر كل ثانية، يبقى أقول له عين ناقص عين ابتدائية بيساوي تكامل العجلة بالنسبة للزمن، يبقى من 0 لحد نون، نون هنا كانت بكام؟ ها كانت ب2، يبقى عين 2 اللي هي اللي وصل لها عند الثانية 2 من أول 0 لحد ايه 2، يبقى النون دي هنعوض عنها بايه؟ ب2، يبقى عين 2 ناقص عين 0 التكامل من 0 لحد نون اللي هي ب2 ها بيساوي كام؟ أقول 20 ناقص عين ابتدائية بيساوي بعد ما كامل وعوض مكان النون ب2، فتبقى هنا 4 في 2 ب8، 8 و6 14، يبقى 20 ناقص كام؟ 14، يبقى 20 ناقص 6، يبقى السرعة الابتدائية اللي بدأ بها الجسيم كانت 6 متر كل ثانية. يبقى أول ما تلاقي عجلة وعايز سرعة تعمل تكامل وتقول له عين ناقص عين صفر، وتلاحظ أنت هنا ابتدائية وهنا لحد ما وصل لها، فاهمين؟ السرعة اللي وصل لها عند الزمن إيه؟ ثانيتين، تمام؟ دي كانت ب20 جابها معطى، فإحنا جبنا التكامل خلال الفترة دي، ماشي؟ تكامل خلال الفترة من أول 0 لحد 2، يبقى الناتج بتاعنا نختار 6. السؤال اللي بعده بيقول لي عند أقصى ارتفاع للجسيم، طبعا أقصى ارتفاع دي معناها إن السرعة النهائية هتكون بصفر، يعني عين هتكون بصفر، اللي هي الإجابة بتاعتنا رقم ب. طيب رقم 4، عند أقصى ارتفاع للجسم يكون مين بيساوي صفر؟ تعالوا كده نكتب الإجابة رقم 3. إجابة رقم 3 يا شباب، عند أقصى ارتفاع وصل الجسيم لأقصى ارتفاع فوق هنا، عين نهائية تساوي صفر. طيب عند أقصى ارتفاع يكون نقط بصفر، العجلة بتساوي عند أقصى سرعة. رقم 4 بقى، كلمة أقصى سرعة بيقول لك الجسيم يتحرك بأقصى سرعة أو يتحرك بسرعة منتظمة. بنستنتج إيه يا شباب؟ بنستنتج إن العجلة بتساوي صفر لما الجسم يتحرك بأقصى سرعة أو سرعة منتظمة، العجلة بصفر. يبقى الإجابة بتاعتنا بتاعت رقم 4 هناخد ج اللي هي الإجابة ألف، نختار ألف رقم ألف يعني اللي هي العجلة بصفر، ماشي؟ وسؤال رقم 3 هنختار عين بتساوي صفر زي ما احنا قلنا، السرعة النهائية بصفر عند أقصى ارتفاع، يعني نختار باء، ماشي؟ نشوف السؤال رقم 5 بيقول لي يتحرك جسيم في خط مستقيم، من السكون من نقطة واو بحيث كانت العجلة بتساوي 9 ناقص 3 نون تربيع، فإنه يبلغ أقصى بعد له عند نون بتساوي نقط ثانية قبل أن يعكس اتجاه. رقم 5، تعالوا نحلها مع بعض يا شباب. هتحرك جسيم من السكون يعني ابتدائية تساوي صفر، هنا في رقم كام؟ رقم 5، ماشي؟ نوضحها، هتحرك جسيم في خط مستقيم من السكون ابتدائية بصفر من نقطة واو بحيث كانت العجلة
تساوي 9 ناقص 3 نون تربيع، فإنه يبلغ أقصى ارتفاع عندما يكون الزمن، يعني يغير اتجاه حركته لما الزمن يبقى إيه؟ طبعا يغير اتجاه حركته، يبقى السرعة بتساوي صفر. فاهمين؟ لما يعكس اتجاه حركته يعني السرعة هنساويها بصفر، فأنت لازم تجيب السرعة. طب ما أنت عندك العجلة موجودة، يبقى أنت لو كملت العجلة بالنسبة للزمن تطلع السرعة. وخد بالك في فرق، لأنه بدأ سرعة ابتدائية، بدأ من عين الصفر. تقول له عين، برضه نفس القانون اللي اشتغلنا بيه في المسألة اللي فاتت، عين ناقص عين صفر بيساوي تكامل العجلة اللي هي 9 ناقص 3 نون تربيع ده نون. حدودك من أول صفر لحد نون، لأنه ما حددش خلال فترة زمنية من كذا لكذا، لا في اللي فات كان محددها. تمام؟ فعملنا بقى هنا إيه؟ 2 ناقص 0، لكن هنا هنبقى نون بقى، لأنه ما حددهاش في المسألة. فاهمين كده؟ يبقى عين ناقص عين صفر يساوي التكامل من صفر لنون 9 ناقص 3 نون تربيع ده نون. هتكامل عادي بقى وتقول له العين صفر دي بصفر خلاص، فيبقى السرعة بتاعتك تساوي التكامل، يعني تبقى 9 نون ناقص نون أس 3 زائد 1 نقسم على الأس الجديد. تمام؟ حدود التكامل كانت من صفر لنون، يعني هتستنتج إن السرعة بتساوي 9 نون ناقص نون تكعيب. طيب لما يقول لك جسيم يغير اتجاه حركته يبقى السرعة بصفر، عايزين نعرف هيقطع زمن قد إيه حتى يبلغ أقصى ارتفاع. أقصى ارتفاع معناها إن السرعة النهائية بصفر، ماشي؟ فالسرعة دي هتساوي بصفر، يعني معنى الكلام إن 9 نون ناقص نون تكعيب بصفر. لما ناخد نون عامل مشترك تبقى 9 ناقص نون نون تربيع بتساوي صفر. يبقى أنت عندك يا إما الزمن بصفر وده مرفوض، أو إن أنت تقول 9. طب إحنا خدنا نون يا أستاذ عامل مشترك من هنا، تبقى 9 ناقص نون تربيع بصفر، يعني نون هيساوي إيه؟ 3، لأن في الزمن بالسالب يعني. فالإجابة بتاعتنا هتبقى رقم إيه؟ السؤال رقم 5، هنختار جيم اللي هي إيه؟ الزمن ب3. ننتقل للسؤال اللي بعده رقم 6، بيقول لي يتحرك جسيم في خط مستقيم. يتحرك جسيم في خط مستقيم بدءا من نقطة الأصل بسرعة عين بتساوي 6 نون زائد 1، فإن الإزاحة التي يقطعها الجسيم خلال الفترة من 0 لـ4 بيساوي نقط. نفس الفكرة يا شباب، هو جاب لك هنا نفس الفكرة يا شباب، هو قال لي عايز إزاحة وجاب لك سرعة. طيب يبقى عشان تجيب إزاحة من السرعة بنجيب تكامل السرعة، ونجيب الفرق بين سين وسين صفر. تمام؟ يبقى سين المسألة بتاعتنا رقم 6، سين ناقص السين صفر بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن من صفر لحد نون. طيب هو بدأ جسم يتحرك في خط مستقيم بدءا من نقطة الأصل، بدأ من نقطة الأصل. تمام؟ يعني عندك سين صفر هنا بصفر، لأنه يعني بدأ من نقطة الأصل، يبقى سين اهو ناقص سين صفر اللي هي بصفر دي اتلغى. تمام؟ فإن الإزاحة التي يقطعها خلال فترة من 0 لحد 4، وعندك السرعة 6 نون زائد 1 دالة نون، يبقى السين بتساوي اللي هي الإزاحة، هنجيب التكامل نزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، يبقى نون تربيع هنا 3 زائد نون الحدود بتاعها من 0 لـ4، يبقى السين بتساوي لما أعوض بـ4 يبقى 3 في 4 تربيع اللي هي بـ16 زائد 4، يعني السين هتبقى 48 زائد 4، الإزاحة هتبقى 52 خلال الفترة دي، الإزاحة اللي قطعها الجسيم. يبقى ناخد 52، الإجابة بتاعتنا رقم د للسؤال رقم 6. طيب السؤال اللي بعده رقم 7، هنا بيقول لي يتحرك جسيم في خط مستقيم. رقم 7، يتحرك جسيم في خط مستقيم بتقصير ثابت، يعني العجلة سالبة، بتساوي -9.8، وكانت سرعته الابتدائية بتساوي 19، الابتدائية جابها 19.6 متر كل ثانية، فإن سرعته تنعدم عند نون بيساوي نقط، يعني السرعة النهائية تبقى بصفر لما نون تبقى بكام؟ احنا قلنا يا شباب التحرك بتقصير العجلة موجودة، جاب لك العجلة رقم 7، جاب لك العجلة -7.8 متر كل ثانية تربيع، والسرعة الابتدائية جابها 19.8 متر كل ثانية. عايزين نجيب السرعة بتنعدم، يعني النهائية بتساوي صفر عند نون بتساوي نقط. فانت هتشتغل بالقانون بقى اللي في المعطيات، اللي هو عين بتساوي ابتدائية زي جيم في نون، فاكرينه؟ عين بتساوي ابتدائية زي جيم في نون، يبقى السرعة النهائية بتساوي صفر، وعندك الابتدائية كان جايبها دي عين نهائية يا شباب، الابتدائية كان جايبها 19.6 زائد العجلة اللي هي -7.8 في ايه؟ في نون. فنرد 19.6 الناحية التانية ونقسمها 9.8، يعني نون معنى الكلام ده 19.6 على 9.8، هنقسم الآلة الحاسبة أو نقسمها بإيدينا يبقى فيها 2، لأن 2 في 8 16 تطلع مظبوطة، يعني 6 واطلع بالواحد 18 و1 19، يبقى الزمن 2. يبقى هنا هنختار الزمن بيساوي 2 للسؤال رقم 7، الإجابة بتاعته نون بتساوي 2، يعني نختار رقم ب، نعلم على باقي شباب 2، ماشي؟ السؤال اللي بعده رقم 8، بيقول لي إذا كانت عين بتساوي 16 ناقص، تعالى نوضح كده رقم 8 مع بعض اهيت، بيقول لي إذا كانت السرعة بتساوي 16 ناقص 4 نون،
وعندك هنا ميم طبعا كل ثانية، وعندك الإزاحة أو س الابتدائية بتساوي 3، فإن س 5 بتساوي نقطة. إذا كانت عين بتساوي 16 ناقص 4 ن رقم 8، عين السرعة بتساوي 16 ناقص 4 ن، وعند السين الإزاحة بدأت يعني الزمن صفر كانت 3، يعني الجسيم بدأ يتحرك. أول ما بدأ يتحرك عند زمن صفر كان بادئ من المسافة 3، عند 3 متر مثلا بدأ، عند رقم 3 بدأ، أو عند الإزاحة مشى 3 متر بدأ من عند رقم ايه 3، فهو عايز الإزاحة عند الثانية الخامسة. يعني إزاحته أول ما بدأ خالص كانت إزاحته وهو واقف عند 3 متر، عايزين نجيب الإزاحة لما ايه النون تبقى بخمسة بعد 5 ثواني، مع العلم إن السرعة كانت 16 ناقص 4 نون. طيب احنا عشان نجيب يعني الإزاحة من السرعة بنجيب تكامل، لأن تكامل السرعة بيديك إزاحة. طيب في تغير في الفترة لأنه ما بدأش نشأ من أول صفر، ما بدأش من الإزاحة من أول فيه كانت بصفر، لأ بدأ عند إيه 3. يعني مثلا أنت ماشي على طريق فيه يافطة مثلا مكتوب عليها 3 كيلو، وهنا يافطة تانية مكتوب عليها إيه 5 كيلو 6 كيلو، فهو بدأ عند الكيلو 3 مثلا، أو عند مسافة 3 متر. فعايزين نعرف من 3 متر ده هيمشي قد إيه، مسافة قد إيه لما تبقى السماء الزمن 5 ثواني، بالعلم إن هو ماشي بسرعة 16 ناقص 4 نون. فطالما فيه ما بدأش من أول السن الابتدائية كانت بصفر، يبقى احنا على طول لازم نعمل فرق فين في الإزاحة، في تغير في الإزاحة س ناقص س صفر نساوي التكامل من أول صفر لأنه بدأ من الزمن صفر لحد الزمن إيه 5. ها ونبقى قايلين بقى العين د ن. طيب هو قال لك س صفر كانت ب3، يبقى س ناقص 3 تساوي التكامل بتاعي من أول صفر لحد 5، السرعة 16 ناقص 4 ن، كل ده إيه دالة نون. ها ماشي كده، يبقى انت هتجيب التكامل للسرعة. طيب عندك س ناقص 3 التكامل اهو من 0 ل 5، 16 تبقى 16 ن ناقص 4 ن تربيع على 2 تبقى 2 ن تربيع، لأن احنا بنزود على أس 1 ونقسم على أس جديد، مرة هنعوض بـ5 ومرة هنعوض بصفر. يبقى س ناقص 3 و5 في 16 يديني 80، ناقص 2 في 25 بـ50، وما نرجع نعوض بصفر خلاص كده بصفر مش هتتكتب. هيبقى عندك السين 80 ناقص 5 50 ب 30، ونزود عليها 3 تبقى 33. يبقى الإزاحة عند بعد 5 ثواني هتبقى 33، يبقى مش مثلا 33 عندك، وصل عند كيلو 33 متر. فهمت مثلا يا شباب مسألة عاملة ازاي؟ ننتقل للسؤال اللي بعده. يبقى دي خلاص 33، يعني ناخد الإجابة بتاعتنا رقم جيم. طيب السؤال اللي بعده رقم 9، قول الإزاحة خلال الفترة الزمنية من 2 ل 6 بتساوي نقطة. هنا ثانيا يا شباب تبع المسألة رقم 8، يعني لسه في ثانيا وثالثا. ثانيا هنا بيقول لي هات الإزاحة خلال الفترة نسبة لإيه للزمن، يعني أنت هتكمل السرعة وحدودك هي موجودة. يبقى ثانيا عشان نجيب الإزاحة قول له تكامل السرعة بالنسبة للزمن، السرعة اللي هي 16 ها نون، يبقى س بتساوي، طب قال لي خلال فترة من كام لكام؟ من 2 ل 6. السرعة اللي عندي يا أستاذ كانت حدودها، أو كانت السرعة 16 ناقص 4 نون، كل ده النون. يبقى أنت هتكامل الفترة اللي عندك تكامل بقى عادي أهو من 2 لحد 6، يبقى 16 نون ناقص 4 نون تربيع على إيه؟ على 2، يبقى 16 نون ناقص 2 نون تربيع، والتكامل بتاعي من 2 لحد 6، هنعوض مرة بـ6 ومرة بـ2 ونطرحهم مع بعض، يبقى 6 في 16 بـ96 ناقص 2 في 36 هي 72، و2 في 16 بـ32 ناقص 2 في 4 بـ8، يبقى 96 ناقص 72 هنطرحهم من بعض، 6 ناقص 2 بـ4، 9 ناقص 7 بـ2، 32 ناقص 8، هنا 12 ناقص 8 بـ4، وهنا ناقص 3 24 ناقص 24 بصفر، يعني الإزاحة هتطلع بصفر. يبقى نختار صفر اللي هو الجواب بتاعنا، يبقى ألف. شايفين في آخر الورقة يا أولاد آخر الشاشة؟ أه. يبقى إحنا جبنا ثانية، لسه في ثالثة ورابعة برضه. في فرق يا أستاذ بين الإزاحة وبين المسافة، يعني إحنا جبنا دلوقتي إيه؟ الإزاحة خلال فترة من 2 ل 6. تعالى بقى عشان نجيب المسافة لازم نعرف الجسيم غير اتجاه الحركة إمتى، هتجيب السرعة والسواها بإيه؟ صفر. ثالثا لازم اشوف الجسيم غير اتجاه حركته امتى يا شباب، يعني اول حاجه اقول له بوضع السرعه بتساوي صفر،
ايه ثالثا، يبقى ثالثا عشان يجيب المسافة، المسافة غير الإزاحة. الإزاحة خلاص عملنا التكامل 2 ل 6 بالنسبة للسرعة وطلعنا الإزاحة تمام. لكن لما يقول لي هات المسافة بنساوي السرعة بصفر عشان نشوف الجسيم غير اتجاه حركته عند الزمن كام. يبقى السرعة لما اساويها بصفر، السرعة كانت 16 ناقص 4 نون، اساويها بصفر يبقى النون هتساوي كام؟ هنودي الرقم بعكس الإشارة ونقسم تبقى النون تطلع بـ4. يبقى تاخد بالك اهو، تعمل بحث إشارة هنا النون بـ4. هو عايز بيدرس خلال الفترة من كام لكام؟ من 4، قال لك من 2 ل 6. يعني انت عايز تدرس من الفترة من 2 ل 6 وهو الجسيم غير اتجاه حركته عند النون بتساوي 4. تعالى نعمل بحث الإشارة بقى، عندنا نعمل نفسه عكس الإشارة، هنا سالب وهنا ايه موجب، فاهمين؟ يبقى الجسيم غير اتجاه حركته عند الزمن كان بـ4. يبقى انت تجيب التكامل من 2 ل 4 زي التكامل من 4 ل 6 وتعمل جوه محدد عشان ما ينفعش يطلع بايه بالسالب، تمام؟ لان احنا ناخد مسافه، المسافه بناخدها كقيمه ما بناخدهاش بقى سالب او موجب. فلو قابلك حاجه بالسالب خدها بالموجب، عشان كده تقوم حاطط معيار على الفتره بتاعتك، تمام؟ هتعمل تكامل الاول من 2 لحد 4 وتعمل التكامل اللي بعديه من ايه من 4 لحد 6، وتعمل الفتره بتاعتك عين بالنسبه للنون اللي هي 16 ناقص 4 نون، ده النون من 16 ناقص 4 نون ده للتوب. تعال بقى نكمل، هنزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد اهو، هنا من 2 ل 4 زائد الفترة اللي بعدها من 4 ل 6. ودايما بناخد الناتج بالموجب يعني يا شباب، عشان مينفعش المسافة، أنا عايز المسافة الفعلية اللي مش هي، لكن في الإزاحة باخد إشارة موجب أو سالب زي ما هو جايب لي، تمام؟ خلاص كده فهمنا. يبقى أنت عندك هنا التكامل بتاعك يا عم، حس عامله فوق اللي هو 16 نون ناقص 2 نون تربيع، لسه عاملينه فوق هنا التكامل اهو، 16 نون ناقص 2 نون تربيع، ماشي؟ زود على أس 1 نقسم على أس جديد هنا 16 نون، يبقى 16 نون ناقص ايه؟ 2 نون تربيع، تمام كده؟ هنحسب بقى، نعوض مرة بـ4، نعوض مرة بـ2 ونطرح من بعض، ونعوض مرة بـ6، مرة بـ4 ايه ونطرحهم من بعض، ونجيب القيمة المطلقة هنا والقيمة المطلقة هنا، ماشي؟ نوقف الفيديو كده ونعملها بالآلة الحاسبة، طلع الناتج 16، ماشي؟ يبقى الإجابة بتاعتنا هناخد دال لإيه لثالثا. تعالى بقى نشوف رابعا كده نفس المسألة يا شباب، بيقول لي المسافة المقطوعة في الثانية السادسة، خلال الثانية السادسة، خد بالك الثانية السادسة بتبدأ من 5، يعني من 5 ل 6 دي للثانية السادسة، فعايز تشوف المسافة هنا قد إيه اللي قطعها في الثانية إيه السادسة. ما هو جايب لك السرعة وأنت عايز المسافة، يبقى المسافة عشان تجيبها هجيبها من تكامل مين؟ تكامل السرعة بالنسبة للزمن، هو خلال الثانية السادسة، يبقى التكامل بتاعك من 5 ل 6، تمام؟ طبعا نعمل يا شباب تكامل اللي فيها اهيت، ونعملها جوه محدد زي ما قلنا، حلول التكامل من 5 ل 6، هتكمل بقى السرعة، السرعة اللي هي كانت 16 ناقص 4 نون، احنا كملناها من شوية، التكامل بتاع يا شباب بقى يبقى 16، هنعمل التكامل بتاعنا يبقى 16 نون اهو، ناقص 4 نون تربيع على 2، ماشي؟ السرعة هي كانت بتساوي 16 ناقص 4 نون، هنا تبقى 16 نون. ناقص 4 نون تربيع على 2 اللي هي 2 نون تربيع، محلول التكامل من 5 ل 6، يبقى المسافة الكلية هنعوض مرة بـ6 ناقص هنعوض مرة تانية بإيه بـ5 ونطرحهم من بعض، يبقى 6 في 6 بتبقى 16 في 96 ناقص 2 في 36 بـ72، 5 في 6 نعوض بـ5، 5 في 16 بـ80، وهنا 25 في 2 بـ50، يطلع الناتج هنا 96 ناقص 72 بكام؟ 24، وهنا يطلع بـ30، هيطلع ايه المعيار بتاعها بـ6 بموجب يعني. يبقى المسافة 3 رابعا 6، هناخد اجابة رقم ايه؟ دي. السؤال اللي بعده رقم 9، اذا كان القياس الجبري لمتجه سرعة، القياس الجبري لسرعة جسيم يتحرك في خط مستقيم يعطى بالعلاقة عين بتساوي 10 ناقص 2 نون سنتيمتر كل ثانية، فإن المسافة المقطوعة في الثانية الثالثة من حركته. دي طبعا زي المسألة اللي فاتت بالظبط، زي رابعا هو عايز المسافة خلال الثانية الإيه الرابعة الثانية الثالثة، يبقى تعمل تكامل من 2 ل 3، تكامل السرعة بالنسبة للزمن، يبقى الف تساوي التكامل بتاعك من 2 لحد 3، العين اللي هي 10 ناقص 2 نون دالة نون، 10 نون ناقص نون تربيع، وهنا نقسم على 2،
تكامل بقى حدود بتاع 2 تلاتة، وقلنا المسافة لازم تبقى قيمة مطلقة عشان لو طلعت بالسالب، يعني دايما بناخد بالموجب في المسافة، مالناش دعوة بالاتجاهات، انت عايز المسافة الكلية اللي قطعها الجسيم بقى. فهنعوض مرة بتلاتة ومرة باتنين ونطرحهم من بعض، ماشي؟ يبقى فاهم؟ عوض كده، 30 ناقص 9، وهنا 20 ناقص 4. 30 ناقص 9 يديني 21، و20 ناقص 4 ب16 يديني الناتج بإيه؟ ب5. يبقى المسافة 5 سنتيمتر، المسافة المقطوعة 5 سنتي. ننتقل للسؤال اللي بعده، رقم 10، بيقول لي إذا تحرك جسم من السكون، إذا تحرك جسم من السكون يعني السرعة الابتدائية بصفر، بيقول لي في خط مستقيم بسرعة نون تربيع، يعني بتساوي نون تربيع زائد 2 نون متر كل ثانية، فإن المسافة التي يقطعها خلال ثانيتين من بدء الحركة. هنا تحركنا الجسيم يا شباب من نقطة الأصل، يعني بدأ من السكون. إذا تحرك جسم من السكون يعني عين ابتدائية بيساوي صفر، هو جاب لك بتحرك بسرعة عين بتساوي نون تربيع زائد 2 نون. عايزين المسافة يا أستاذ، المسافة بنعمل القانون اللي هو س ناقص سين صفر تكامل السرعة بالنسبة للزمن. السرعة عندي كانت موجودة في التمرين، طبعا بدأ سرعة ابتدائية بصفر، ماشي، تحرك من السكون في خط مستقيم بسرعة ابتدائية، سرعة مقدار عين بتساوي نون تربيع زائد 2 نون، فإن المسافة اللي قطعها خلال ثانيتين من بدء الحركة. أول ما بدأ يعني أول ما بدأ يعني النون كانت بإيه؟ بصفر، فتبقى س تساوي التكامل أهو، تمام، من بدء الحركة أول ما يبدأ يبقى دي خلاص بصفر، تمام. يبقى التكامل هو السرعة اللي عندك اللي هي نون تربيع زائد 2 نون دالت نون. طيب عايزين نجيب المسافة خلال ثانيتين بدء الحركة من أول من صفر لحد 2، لأنه بدأ من أول إيه؟ الزمن صفر لحد إيه؟ الزمن 2، يبقى التكامل من صفر لـ2، حدودي أهو من صفر لـ2، يبقى س ناقص س صفر أول ما بدأ الإزاحة هتبقى بصفر، لأنه بدأ منين؟ بدأ من السكون، وبدأ من موضع يعني بدأ من أول إيه؟ من أول نقطة صفر وصفر، ماشي؟ يبقى تحرك جسم من السكون في خط مستقيم بسرعة عين بتساوي نون تربيع زائد 2 نون متر كل ثانية، المسافة اللي بيقطعها خلال ثانيتين من بدء الحركة. يبقى المسافة فيه هتجيب التكامل على طول بتاعك من صفر لحد ايه؟ 2 نون تربيع زائد 2 نون ده النون، يعني لما تقول له س ناقص س صفر ديت ايه؟ مش هتبقى موجود، لانه بدأ من ايه؟ او بدأ من جسم عند نون بصفر، اول ما بدأ بداية الحركة، اول ما بيبدأ الزمن كان بصفر يعني، تمام، من اول صفر لحد ايه؟ 2. فانت هتعمل ايه؟ هتعمل تكامل بقى للي موجود عندك، يبقى نون تكعيب على 3 زائد هنا تجمع 1 على أس و9 على أس جنيه، تبقى نون تربيع وحدودك من أول صفر لحد 2، بس كده أنت خلصتها. يبقى هنا 2 تكعيبها اللي هي 8 على 3 زائد 4، ما تيجي تعوض بصفر خلاص، تعالى وحد مقاماتك، 3 وهنا 8 وهنا 12، تبقى 20 على 3، بس كده المسألة خلصت. يبقى أنت القانون معاك أهو، هو بدأ زي ما قلنا يا شباب، بدأ من السكون، يبقى السرعة الابتدائية بتاعته بصفر. أول ما يبدأ بصفر كان ماشي بسرعة معينة، ده ماشي حسب القاعدة، يعني القاعدة اللي عندك أهي، عين بتساوي، بص كده لو أنت عايز تتأكد برضه، عين بتساوي نون تربيع زائد 2 نون. لو عايز أول شوف أول ما يبدأ الزمن كان بكام، تبقى إيه؟ لما النون تبقى بصفر هيطلع عين تبقى بصفر. المسافة بتاعها خلال ثانيتين من بدء الحركة، أول ما يبدأ الحركة النون بصفر، يبقى من صفر لحد 2 ودي تبقى بصفر، يبقى أنت عندك خلاص إيه؟ القانون اشتغلت عليه الأساسي، وتبقى عارف إن دي بصفر. بس يطلع الحل بتاعنا رقم ب للسؤال رقم 10. ننتقل للسؤال اللي بعده رقم 11. بيقول لي جسيم يتحرك في خط مستقيم بسرعة ابتدائية قدرها سالب 2 متر كل ثانية، ومن موضع يبدأ 3 متر في الاتجاه الموجب من نقطة ثابتة، أوجد نقطة ثابتة على الخط المستقيم بحيث كانت العجلة بتساوي 2 نون زائد 1، فإن س بتساوي نقطة عند لحظة انعدام السرعة. دي المعضلات اللي عندنا يا شباب، العجلة موجودة والسرعة ابتدائية، وجاب لي موضع يبدأ 3 متر، يعني س الابتدائية كان بتساوي 3 متر، أول ما بدأ من عند 3 متر، تمام. هو عايز ايه؟ هو عايز س، يعني انت جاب لك العجلة وعايز س، انت عشان تروح من العجلة لحد الإزاحة عايز س، لازم تعدي على السرعة الأول، يعني تجيب السرعة الأول تشوف السرعة بتنعدم امتى، يعني يقول لك عند تنعدم السرعة عند زمن قد ايه بتنعدم السرعة، وبعد كده توصل بقى للقانون بتاع س. يبقى انت هتشتغل اول تكاملات، هتكمل العجله، بتقول له عين ناقص عين صفر، القانون انت حافظه، تكامل العجله د ن اهو، من اول ايه؟ من اول صفر لحد ن، من اول صفر يا شباب لحد ايه؟ ن، لانه بدا عايزين نجيب نقطه ثابته،
شايفين كده الكلام؟ يبقى هنا تاني جسيم يتحرك في خط مستقيم بسرعة ابتدائية مقدارها سالب 2 متر كل ثانية، من موضع يبدأ 3 متر باتجاه الموجب من نقطة ثابتة على الخط المستقيم، بس كانت العجلة بتساوي 2 نون زائد 1، فإن س بتساوي نقطة عند، هنجيب الإزاحة هتبقى المسافة اللي مشاها قد إيه يعني، أو مشى المسافة وصل عند المسافة قد إيه عند لحظة انعدام السرعة، فأنت تجيب العجلة وبعدين تجيب السرعة وتساوي بصفر وتعوض بقى في في س اللي أنت هتشتغل بقى القانون بتاع س اللي هو س ناقص صفر بيساوي تكامل الإيه؟ تكامل السرعة بالنسبة للزمن، تمام؟ يبقى أنت عندك ع ناقص صفر بيساوي تكامل العجلة بالنسبة للزمن. وبعدين ما نجيب الكلام ده نقدر إن احنا إيه، بعد ما نجيب الكلام ده يعني يا شباب، بعد ما نجيب القاعدة اللي عندك دي تشتغل بيها، تقدر إن أنت تجيب السرعة. أنت خلاص هتجيب السرعة من هنا، السرعة أنت ما تعرفهاش لأن دي سرعة ابتدائية، عايزين نجيب سرعته. وبعدين لحظة انعدام السرعة، عايزين نشوف الزمن قد إيه لحظة انعدام السرعة، نعوض بقى فين؟ في س، لأنه يقول لك المسافة اللي هيمشيها قد إيه، س تبقى بكام في لحظة انعدام السرعة، يعني أول ما السرعة تنعدم عايزين نعرف هو وصل فين، مش مسافة قد إيه يعني. خلاص يبقى فهمنا الطريقه كده هنعمل ايه. اول حاجه هنكمل العجله عشان نجيب السرعه، وبعدين نساوي السرعه بصفر، يعني نبقى نجيب السرعه سواء بصفر عشان نطلع الزمن يعني، تمام؟ يعني نشوف الزمن قد ايه لحظه انعدام الصفر، السرعه نساوي السرعه بصفر، نساوي السرعه اللي عندنا بايه، بصفر، عشان نشوف الزمن اللي عندنا بكام لحظه انعدام السرعه. وبعد ما تشوف الزمن انعدم، السرعه انعدمت في زمن قد ايه، تقدر انت تجيب المسافه وتعوض مكان النون تطلعها فين، في س. تعالى كده واحده واحده بس عشان ما تلخبطش معايا، ركز بس، ما انا هقسم الكراسه كده واشتغل. اول حاجه هنشتغل بالطريقه دي، نقول له عين ناقص عين صفر بيساوي التكامل صفر النون، العجله بتاعتك اللي هي 2 نون زائد 1 دالت نون. طيب انت عندك السرعه الابتدائيه جابها ب2، يبقى سالب في سالب بموجب اهي، يبقى عين زائد 2 بيساوي التكامل حدودك من صفر لحد نون، زود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، تبقى نون تربيع زائد ايه، زائد نون، تمام كده؟ يبقى انت عين زائد 2 لما تعوض هتبقى نون تربيع زائد ايه، زائد نون، يعني السرعة هتبقى نون تربيع زائد نون ناقص 2، دي السرعة. ليه يا شباب؟ السرعة اهي قدامنا. طيب احنا عايزين نعرف لحظة انعدام السرعة، يعني السرعة دي بتنعدم عند زمن قد ايه، يعني لما العين تساوي صفر الزمن كان قد ايه، يبقى نون تربيع زائد نون ناقص 2 بتساوي صفر، تقدر تحلل نون في نون، وهنا 1 في 2 الكبير ياخد اللي في النص موجب وده سالب، يبقى انعدم عند زمن ايه، 1 ثانية، لأن ده مرفوض، تمام؟ يبقى السرعة اللي عندي هتقف، يعني تبقى صفر، سرعة الجسم صفر، لو الجسم هيتوقف عند زمن 1 ثانية. بعد كده تعالى بقى نشتغل بالقانون التاني اللي هو س ناقص س ابتدائية تساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن، لأن أنت طلعت إيه؟ السرعة اللي عندك. ها السرعة طلعناها بكام يا أستاذ؟ نون تربيع للسرعة. خد بالك هي طريقة واحدة بس، احنا خدنا حاجة في كده في جنب كده، جينا في جنب وسوينا ايه، السرعة بصفر، يعني انت الخطوات معتادة، بتجيب تكامل العجلة عشان توصل للسرعة، وتكامل السرعة بالنسبة للايه، للزمن طبعا، عشان تجيب الايه، الإزاحة اللي عندك أو تجيب المسافة، تمام، تجيب س يعني اللي هي الإزاحة الموجودة عندك، تمام. فهي خطوات واحدة بس، لكن احنا بنعمل كده ليه؟ لأن هو قال لك عند لحظة انعدام السرعة، لما السرعة بتنعدم عايز اعرف الزمن بكام، فانت لازم تعرف الزمن بقد ايه عشان تعوض عنه هنا في ايه، وتطلع س. طب ما هو جايب لك الس ابتدائية 3، جميل، يبقى س ناقص 3 تكامل السرعة، تعال نكمل بقى على طول مباشر، عندك السرعة هتبقى نون تكعيب على 3، وكامل دي تبقى زائد نون تربيع على 2، وكامل دي تبقى ناقص ايه، 2 نون اهي. بعد كده نودي التاني بعكس الإشارة، تبقى س بتساوي نون تكعيب على 3 زائد نون تربيع على 2 ناقص 2 نون زائد ايه، 3. طيب قال لي لما انعدم السرعة الزمن كان بكام؟ بواحد، تقول له عند نون بتساوي 1. فهمنا ليه يعني ايه كلمة تنعدم، تنعدم السرعة؟ لما تنعدم السرعة الزمن كان بكام؟ يبقى الزمن كان بواحد، نعوض بقى، نعوض كده بواحد ونطلع النتيجة، يبقى س بتساوي تلت زائد نص، وهنا ناقص 2 زائد 3، يبقى هنا تلت ونص تبقى 5 أسداس، وهنا سالب 2 زائد 3 بواحد، يعني 1 و5 أسداس اللي هي 11/6. تطلع 11/6 اللي هي 1000. فهمنا المسألة؟ يبقى أنت طريقك عادي خالص، اشتغل تكامل العجلة بالنسبة للزمن عشان تجيب السرعة، وبعد كده تكمل السرعة عشان إيه، تجيب الإيه، تجيب س اللي عندك اللي هي المسافة أو الإزاحة اللي عندك، تجيب الإزاحة، وخد بالك وأنت بتجيب، بعد ما تجيب السرعة هتساوي بصفر عشان تشوف لحظة انعدام السرعة المسافة كانت قد إيه. فهمت؟ يعني مش مسافة قد إيه لحظة انعدام مين؟ انعدام السرعة، يعني ما الزمن يبقى بكام يعني؟ يعني الجسم وقف، بطل الشغل بتاعه، وقف عند زمن قد ايه؟ عند زمن 1 ثانية وقف. فاهمين؟
تمام، يبقى الناتج بيساوي ايه؟ 11 على 6. نشوف المسألة بعدها رقم 12، بيقول لي إذا كانت عين تساوي 3 نون تربيع ناقص 2 نون، وكانت س بتساوي 1 فعند نون بتساوي 0، فإن س بتساوي 6 نون ناقص 2 ولا س، عايزين نجيب س يعني. شباب نشوف أنواعها في الاختيارات، ركز معايا كده للكلام وافهمه كويس. بيقول لك السرعة كانت بتساوي 3 نون تربيع ناقص 2 نون، دي السرعة يا شباب، وكانت س بتساوي 1 يعني بالصفر، يعني معناها ايه يا استاذي؟ معناها س صفر بواحد يعني. طب ما انت عارف ان س ناقص س صفر اشتغلناها كتير بقى وحفظناها، تكامل عين بالنسبة للنون وعندك حدودك من صفر للنون، دي القاعدة اللي انت حافظها. عشان تجيب س من عين لازم تعمل ايه؟ تكامل السرعة بالنسبة للزمن. طيب انهي واحدة في دول بقى تنفع؟ طب ما تعوض كده مكان دي بصفر، يعني تبقى س ناقص 1 بتساوي تكامل السرعة بتاعك اللي هو 3 نون تربيع ناقص 2 نون من صفر نون دالة نون، يعني س ناقص 1 بتساوي زود على أس 1 أس على أس جديد، فتبقى نون تكعيب ناقص نون تربيع، ها كده خلاص زودنا على أس 1 وقسمنا على أس جديد، تمام. وبالتالي هنستنتج ايه يا شباب؟ ان س هتساوي نون تكعيب ناقص نون تربيع زائد 1. سؤال سهل جدا مفيش فيه حاجة. الس اللي عندنا نختارها انهي واحدة؟ الإجابة بتاعتنا رقم ايه؟ جيم. نعلم على جيم، الاختيار جيم للسؤال 12. تمام، ننتقل بقى للسؤال اللي بعده رقم 13. عندك عين بتساوي 1 زائد جنون، خد بالك الدالة جا والجتا والظا ملهاش حدود في التكامل يعني مش هتعملها زي اللي فاتت، لأن دي دولة دورية ما تقدرش تحدد بداية ونهاية ليها، تمام؟ تتكرر يعني، فدالة الجا والجا والجتا والظا ما تقدرش إن أنت تحدد لهم يعني حاجة. والمقلوبات بتاعتهم تمام تمام، انت عندك هنا اهي 1 زائد ج ن، وكانت س بتساوي سالب 3 عند ن بتساوي 0، يبقى انت في المسألة دي مش هتعمل زي المسألة اللي قبلها، تمام؟ لأن دي دالة ج، فدالة ج بنعملها ازاي يا أستاذ؟ بنعمل لأن س كده على طول التكامل بتاعه، وبعد ما نكمل بنقول زائد الثابت، لأن مش هحلول التكامل، يبقى التكامل اللي عندك بالنسبة لن السرعة كانت 1 زائد ج ن. يبقى انت عندك س بتساوي تكامل 1 بنون تكامل الجا بسالب جتا نون، كل ده زائد ايه؟ زائد الثابت اهو. يبقى انت ما تعملش بقى من صفر النون، لا ما هوش محدد، يعني تكامل الجا وجتا والظا باكد عليها تاني، عشان كتير بيقوم كاتب كده ومتلخبط ويحل غلط. لا، او الجا وجتا والظا لازم نعملها تكامل وبعدين ده النون ويطلع ثابت عندك، وتعوض بقى بس بسالب 3 كده عند النون بصفر، دي بصفر، جتا صفر بكام؟ جتا صفر بكام يا أستاذ؟ جتا صفر بواحد أهو، خلاص. يبقى هنا زائد ايه؟ الثابت، يبقى الثابت بتاعك هيبقى الرقم بكام؟ سالب 2، يبقى انت طلعت الثابت بسالب 2، فهمنا كده؟ يبقى احنا جبنا الثابت بكام يا أستاذ؟ بسالب 2، جبنا الثابت نقدر ان احنا مين بقى؟ نجيب س، يبقى الس بتاعتنا هتبقى ن ناقص جتا ن ناقص 2، بس كده. انما لو حليتها تكامل محدد الناتج هيطلع غلط، هيطلع لك دي 3 ما كانش 2، خلاص عشان ما تتلخبطش في الامتحان. تاني دالة الجا والجتا والظا دوال دورية، ما ينفعش نعملها تكامل من صفر ان نقول له س ناقص س صفر هنا، لا غلط، دي دوال غير منتهية يعني شكلها، شفت عاملة ازاي؟ ما اقدرش احدد لها فترة معينة، ما اقولش من صفر النون، دي دوال دورية بتتكرر الى ما لا نهاية، دوال بتتكرر ما حددهاش فترة. خلاص المسألة 13، شوف 14 السؤال اللي بعده. عندي س او اذا كان عين دالة في نون بتساوي 9.8 نون زائد 5، حيث س صفر بتساوي 10، فإن س 10 بتساوي نقط. رقم 14 دي مفيش فيها مشكلة، مفيش فيها جا وجتا وظا، يبقى احنا عادي خالص نقدر نشتغل بالقاعدة بتاعتنا اللي هي س ناقص س صفر بيساوي التكامل حدودها من صفر النون، الدالة بتاعتي اللي هي 9.8 نون زائد 5 دالة نون. طيب قال لك ان س صفر بعشرة، يبقى ليه بعشرة؟ يبقى س ناقص 10 بتساوي، يلا كامل كده، 9.8 نون تربيع على 2 زائد 5 نون حلولي من صفر النون، يبقى س ناقص 10 بتساوي 9.8 على 2 فيها 4.9 نون تربيع زائد 5 نون. قال لي بقى هات لي س عند نون تساوي 10، س 10 يعني، يبقى س ناقص 10 نقعد مكان نون ب10، يبقى 4.9 في 100 زائد 5 في 10، وانت خلصت مسألتك اهو خلاص، يبقى س ناقص 10 بتساوي 490 زائد 50،
يعني س هتساوي، نعد الرقم بعكس الإشارة، هيبقى زائد 10، يعني تبقى هنا 500. تمام، دي كانت زائد 50 اهي، دي بموجب يا ولاد، دي تعادل بيها بالسالب، يعني 500 زائد دي 500 زائد 50 دي 550، يعني يبقى س بتساوي 550. فهمنا كده المسألة رقم 14، تطلع الإجابة بتاعتنا رقم ايه ده، سؤال مباشر وسهل. شوف السؤال اللي بعده رقم 15، بيقول لي إذا تحرك جسم على محور السينات بسرعة عين بتساوي نون في 2 نون متر كل ثانية، وكان س صفر بيساوي سالب 3، فإن س 6 بتساوي نقط. 15، هو اتحرك بسرعة موجودة وعند س صفر وعايز يجيب س 6. مسألة تقليدية برضه يا شباب، هنشتغل بالقاعدة س ناقص س صفر بتساوي التكامل بتاعي 2 نون ناقص نون تربيع دالة نون. تمام، س ناقص س صفر. تمام، القانون اللي بنشتغل بيه يعني تكامل السرعة بالنسبة للزمن. طيب هو قال لك ان س صفر بكام؟ سالب 3، يعني تبقى س زائد 3، لان سالب في سالب بموجب. تعالى بقى نعمل التكامل بتاعنا، حدوده طبعا من صفر ايه نون، 2 نون ناقص نون تربيع، يبقى س زائد 3 بتساوي، هنا نزود على قس 1 نقسم على قس جديد، وهنا تبقى نون تكعيب على 3. طيب هو عايز بقى س عند نون ب6، يبقى س زائد 3 بتساوي 36 ناقص 6 بس 3، هي 6 في 6 في 6 216، يعني على ايه 216 على 3، يبقى س زائد انت بتعوض، يعني لان لك عند ايه عند نون بيساوي 6، فانت تعوض نون ب6، يبقى 36 ناقص دي متقسم يا ولاد تبقى 72. 72 72، يبقى هنا س بتساوي 36 ناقص 72 ناقص 3، هنا 36 ناقص 75، ست طبعا ده الكبير، 15 ناقص 6 ب9 سالب، ودي 6 ناقص 3 ب3 يبقى بسالب ايه 39. سؤال تقليدي وسهل برضه يا ولاد، طلع معانا رقم ايه ب، نعلم على ب رقم 15. تمام، السؤال اللي بعده رقم 16، إذا كانت عين نون بتساوي 2، رقم 16 عين نون بتساوي 2 على باي، جتا 2 نون على باي، وكانت س باي تربيع بتساوي 1، فإن س نون بتساوي نقط. نلاحظ يا شباب إن دالة دورية، يبقى إحنا مش هينفع نعمل بالقاعدة بتساوي س ناقص س صفر والكلام ده، لأ. هنقول س بس بتساوي ونطلع قيمة السالب بس، عشان تبقوا فاهمين لما يجيلك في امتحان متتوترش وتتلخبط. أول ما يجيلك جاوب جت وظا هتقول له س كده، ما تقولش س ناقص س صفر بقى، اللي أنت دي الدالة دورية ملهاش حدود يعني. خلاص، التكامل بتاعك عندك 2 على باي ثابتة تطلع بره، وهنا جت 2 نون على باي دالة نون. تمام، طيب تكامل الجتا يا أستاذ ترجع لأصلها بجاه، تمام، على مشتقة الزاوية اللي جوه. طيب مشتقة الزاوية ده متقسم على ده، هيبقى مقلوب فيروح معاه. تعالى اعملها كده، يبقى عندك الس بيساوي تكامل الجتا قلنا بجاه 2 نون على باي على اللي جوه، على اللي 2 على باي تبقى باي على 2، تقوم مختصرة مع دي، لأن باي على 2 تضرب في 2 اهي 2 على باي. تقوم بقى انت لما بتيجي التكامل بتقوم كامل الجتا ترجع لأصلها وتقسم على مشتقة الزاوية دي اللي هي على 2 باي، فتبقى في باي على 2 اسمها تبقى ضرب وتشال بالكسر التاني، فده يروح مع ده. فمعنى الكلام ان السين هتساوي، طبعا فينا ثابت، السين هتساوي جا 2 نون على باي. تعالى بقى يا بطل هات لي الثابت بتاعك. هو قال لك ايه؟ وكانت سين، قول بما ان سين باي تربيع بتساوي 1، اذا ها عوض بقى يا بطل مكان السين النون بايه؟ باي تربيع، ماشي، وخلي الناتج بتساوي 1، يعني س لما تعوض على الناتج بكذا يبقى الناتج بواحد، يبقى س قيمتها بواحد اهي، تساوي جا 2 في النون اللي هي باي تربيع على باي زائد ثابت، يعني 1 بتساوي جا، هنا باي تربيع على باي فالباي 2 في باي، يعني 360 يعني يا ولاد، اهي زائد الواحد اهي 360 اهي يا استاذ، هنا النقطة تبقى 1 وصفر، يعني جا بصفر، جه 360 بصفر يعني، فيبقى الثابت بكام يا شباب؟ الثابت بواحد. فهمنا يا شباب؟ تمام، الثابت طلع بواحد اهو، يبقى طلعت انت السين خلاص كده وخلصت مسألتك، لأن عايز في المسألة سي، خلاص انت كده خلصتها،
يبقى فكرة الحل بتاعت الدول اللي هي دول يعني دورية أو تتكرر كتير، اللي هي الجتا والجا والظا والمعبد بتاعتها، ما بنعملش بقى س ناقص س صفر، لا بنعمل تكامل ونطلع الثابت وبعدين نعوض عنه فوق. بس دي فكرتها، لأن كتير بتلخبط في المسائل دي. يعني بس الكلمتين دول بحل بيهم لما يجيلك المسألة. يبقى هنا جا 2 ن على باي زائد ايه 1، والاختيار بتاعنا اللي معانا اللي هو ايه، الاختيار ج للسؤال رقم 16. ننتقل للسؤال اللي بعده رقم 17. بيقول لي جسيم يتحرك في خط مستقيم من نقطة ثابتة واو على المستقيم مبتدئا من السكون. أول ما يبلي مبتدئا من السكون يعني عينة الأيام بتساوي صفر، دي طبعا معلومات انتوا عارفينها. وكانت العجلة عندك، العجلة هي موجودة، بتساوي 8 ناقص 2 نون تربيع مقاسة بوحدة متر كل سنة تربيع. فإن أقصى سرعة، أقصى سرعة يصل لها جسيم قبل أن يعكس الإيه الجسم اتجاهه، يعني عايزين نشوف أقصى سرعة هيوصل لها قد إيه. فاكرين يا شباب كلمة أقصى سرعة دي معناها إيه؟ معناها العجلة بصفر، يعني قصدي يقول لك العين هتبقى بكام؟ ترجمة الكلام، العين هتبقى بكام لما الزمن هيساوي نقط. طب أنت جيت الزمن بيساوي نقط ده بكام؟ لما العجلة بتساوي صفر يعني. يعني لما العجلة بتساوي صفر النون هتبقى بكام؟ وتعوض عنها في السرعة. فاهمين؟ فانت هتساوي العجلة بصفر، طلع منها النون بكام، وتقوم معوضها في السرعة بعد ما تجيب السرعة بتكامل ايه العجلة بالنسبة للزمن. طب ما تيجي نجيب كده على جنب الأول الزمن بكام؟ هي سهلة يا أستاذ اهي، 2 × 4 = 8 النون ب2 مباشرة. ها نقول بما أن ج تساوي صفر، إذا 8 ناقص 2 نون تربيع بصفر يعني 2 نون تربيع تساوي 8 نون تربيع ب4، يعني النون هتبقى بكام؟ ب2. الزمن هيطلع ب2 أهو. لما الزمن ب2 بقى ايه اللي هيحصل؟ ها نقدر ان احنا نجيب السرعه مطمنين بقانون السرعه، لان السرعه تكامل ايه العجله، ودي مش داله دوريه، داله عاديه. يبقى تقول له ع ناقص ع صفر، وع صفر يا استاذ بصفر، بدا بالسكون. فاهمين؟ اه يعني ع ناقص ع صفر، ع صفر بصفر، دي اتلغت. تكامل العجله بالنسبه للنون وحدودك من صفر للنون. اهو حفظنا المسائل خلاص، بتتكرر كلها افكار بتتكرر معانا. يبقى هنا العجله تكامل من صفر للنون، العجله دالة نون، العجلة ها 8 ناقص 2 نون تربيع دالة نون. طيب السرعة، السرعة تبقى ايه التكامل ده يا استاذ؟ يلا كامل. ها يبقى 8 ن ها ناقص 2 نون تربيع، زود 1 على الاسم الجديد، ها يبقى نون تكعيب على 3. شايفين كده يا شباب؟ كده الورقة واضحة شايفينها؟ حاولوا كده تركزوا معايا، تكتبوا ورقة وقلم عشان ما تتوهوش مني. ماشي احنا يا شباب هقول تاني، احنا في المسألة ديت لما يقول لي كلمة أقصى سرعة ديت معناها إن العجلة بصفر، يعني أساوي العجلة بصفر وأطلع الزمن وأحتفظ بيه عشان لما أجيب السرعة أعوض بالزمن طلعته في قلب السرعة. بس دي خلاصة الكلام. ماشي عشان اللي بيتشتت كتير في المسائل بتبقى مش فاهم أصلا يعني إيه الكلمات، في كلمات دالة كده بتلمحها أول ما يجيلك المسألة، تمام؟ عشان الموضوع يبقى سهل مش صعب عليك في الامتحان. أهو احفظ بس الكلمات دي، أقصى سرعة دي معناها العجلة بإيه؟ بصفر. اه تساوي العجله بصفر وطلع الزمن، وبعد كده اشتغل بقانون السرعه. الاول ما تلاقي عجله انت عايز السرعه كامل الايه، كامل العجله، وطالما مش داله دوريه يا استاذ هم عاملين بقى شغالين عادي، طالما مش داله دوريه يبقى التكامل بتاعنا ع ناقص ع صفر تكامل من صفر نون ج ده النون، لكن كده داله دوريه ما بنعملش ديت، وبنطلع الثابت وبعدين نعوض بيه فوق تاني زي المساله اللي احنا عملناها بتاعت 16 بتاعت الداله الدوريه، والمساله بتاعت اللي احنا خدناها من شويه برده كان فيها داله دوريه. اولاد اعتقد الجاه خدنا مساله فيها داله دوريه وايه واشتغلنا عليها. المهم تعالى بقى، انت جبت السرعه اهو، عوض. هو عايز السرعة بقى عند أقصى سرعة، عايزين سرعته تبقى كام لما يبقى أقصى سرعة، لما العجلة تبقى بصفر يعني سرعته تبقى بكام؟ طب أقصى سرعة دي العجلة كانت بصفر يعني الزمن كان ب2 أهو. تعال نعوض عن الزمن ب2 هنا، يبقى 8 × 2 ناقص 2 × 8 = 3، هتبقى 16. نبدأ ب 16 ناقص 16 على 3، وحد المقامات يبقى 48 ناقص 16، يبقى هنا 32 على 3، والإجابة بتاعتنا تبقى رقم ايه د. فهمنا كده يا شباب؟ طيب نشوف التمرين اللي بعده. وصلنا للسؤال رقم 18. شايفين يا شباب المسألة 18؟ بيقول لي إذا كانت ج دالة في ن بتساوي -4 + 2 ن، وكان ع صفر بتساوي 2 وس صفر بتساوي -3، فإن س باي بتساوي نقط. طيب دي دالة دورية يا أستاذ؟ طالما أنت قلت لنا دالة دورية يبقى إحنا مش هنعمل بقى القاعدة، هي عجلة أه موجودة، أنا عارف إن العين ناقص عين صفر بيساوي تكامل العجلة بالنسبة للزمن، بس مش هعمل كده لأن هي دالة دورية. طالما دالة دورية بقول له على طول إن عين بتساوي التكامل العجلة بالنسبة للزمن، يعني قلت -4 جا
اتنين نون، ده اللي اتنون. تمام، تعالى بقى نكمل السرعة. هنا السالب أربعة ثابتة، تكامل الجهة ترجع لأصلها بسالب جتها، يبقى السالب في سالب بموجب على مشتقة الرقم اللي عندك، يبقى على اتنين زائد الثابت. هو قال لي في المسألة كانت عين صفر باتنين، يعني لما نعوض مكان النون بصفر العين يعني هتبقى باتنين، يعني اتنين بتساوي أربعة اتنين في اتنين، وهنا جتا صفر زائد ثابت، جتا صفر بواحد، يبقى واحد في اتنين باتنين، يعني اتنين بتساوي اتنين زائد ثابت، يعني الثابت هيساوي صفر. انت عرفت ان الثابت بإيه؟ بصفر. وبالتالي العين هتساوي تطلع معانا ايه بقى؟ شيل العين، يعني أربعة لاتنين في اتنين، يبقى اتنين جتا اتنين نون زائد صفر، دي العين، دي السرعة. طلعنا السرعة معانا، جبت السرعة. هو عايز منك سين، طيب جميل، نفس الفكرة يا أستاذ. مش هنيجي بقى نقوم عاملين تكامل سين ناقصين صفر، لأ، يعني سين ناقصين صفر يعني هنشتغل برضه سين بتساوي عين تكامل دوري، الجتا دالة دورية، يبقى السين تكامل السرعة بالنسبة للزمن، عين دالة نون. ماشي، ما نعملش حدود بقى، احنا حفظنا الكلام ده، ما نجيش نلخبط فيه، نعملها جنبنا اهو. ماشي يا شباب، هتبقى عندك السين اهي تكامل السرعة اللي هي اتنين جتا اتنين نون دالة نون، خلاص. يبقى السين بتساوي الاتنين ثابتة، الجتا ترجع لأصلها بجا اتنين نون وتقسم على اتنين مشتقة الزاوية زائد الثابت. رجع قال لي يا أستاذ سين صفر بتساوي سالب تلاتة، يعني سالب تلاتة هنا بتساوي، أما نعوض عن النون بإيه؟ بصفر. فاهمني الكلام ده؟ أهو سين صفر بيساوي سالب تلاتة، يبقى أنت هتعوض عن السين بسالب تلاتة. واضح كده؟ واضح كده يا شباب؟ هنعوض عن السين بسالب تلاتة والنون نعوض عنها بإيه؟ بصفر. يبقى جه صفر بكام؟ جه صفر يا أستاذ من دايرة الوحدة، دايرة الوحدة أهي، ده صفر بصفر، يعني الثابت يا ولاد هيطلع بسالب تلاتة. جبنا الثابت بسالب تلاتة، تعالى عوض عنه فوق بقى هنا في السين، يبقى السين هتساوي جا اتنين نون ناقص تلاتة، ده السين اهي. طب هو عايز ايه؟ هو عايز سين باي يا استاذ. خلاص بسيطة بقى، انت خلصتها، عوض بقى مكان السين بباي، يبقى جا اتنين باي اللي هي جا تلتمية وستين يعني ناقص تلاتة، ها يبقى السين باي اللي هو عايزها جا تلتمية وستين ناقص تلاتة، تلتمية وستين اللي هي مع الصفر يعني واحد بصفر اهي. الجا بتاخد مين؟ بتاخد التانية، يبقى جتا والتانية جا بصفر، يبقى صفر ناقص تلاتة بسالب ايه؟ سالب تلاتة. يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى ايه؟ بسالب تلاتة. فهمنا المسألة؟ سالب تلاتة موجودة فين في المسألة؟ سالب تلاتة ليها ألف، يبقى الاختيار بتاعنا ألف. فهمنا التمرين؟ ده غنية رقم ايه؟ 18، وده الحل بتاعها يا شباب. فهمنا الفكرة؟ يبقى هنا جبنا الأول عين تكامل، كملنا يعني المقدار، وجبنا الثابت، وجبنا بعد كده س تكامل السرعة، والثابت جبنا قيمته بالمعطيات اللي هو جابها. مسألة سهلة يعني مباشرة، مفيش فيها حاجة. تعالوا نشوف السؤال رقم 19. بيقول لي إذا كانت عين بتساوي تلاتة نون ناقص اتنين، فإن الإزاحة خلال الفترة الزمنية من صفر لاتنين بتساوي نقط وحدة طول. خد بالك، وعايز الإزاحة، يبقى أنت على طول إزاحة بتعمل التكامل الفترة بتاعتك رقم 19. الإزاحة تختلف طبعا عن المسافة. لو جاب لي، لو كان عايز المسافة كنا هنقول السرعة بصفر، وبعدين نشوف الجسيم حرك أو غير اتجاه حركته إمتى، عند زمن قد إيه، ونجزأ فترات، ناخد فترات ونجيب محدد الفترة الأولى ومحدد الفترة التانية. هتقابلنا إن شاء الله، ما تقلقوش يعني، فيه في موجود في الامتحان مسائل كتير. فالوقت أهم حاجة، بس مالك الإزاحة كامل عادي، الإزاحة تكامل السرعة بالنسبة للزمن مباشرة يعني. عين ده النون، خلال الفترة اللي هو جابها لك من صفر لاتنين، خلاص يبقى تكامل اهو من صفر لاتنين. حلولك الدالة بتاعتك تلاتة نون ناقص اتنين دالة نون، زود على أس واحد واقسم على أس جريد، يبقى تلاتة نون تربيع على اتنين ناقص اتنين نون، وهنا من صفر لحد اتنين عوض باتنين، يبقى تلاتة في أربعة باتناشر على اتنين في ستة، وهنا اتنين في اتنين بإيه؟ بأربعة، يطلع الناتج بإيه؟ باتنين. الاختيار بتاعتنا رقم بقى، دي رقم 19. تعالوا ننتقل للسؤال اللي بعده، رقم رقم 20، أختها بالظبط يا أستاذ، بس هو عايز إيه؟ المسافة. طب احنا قلنا المسافة هنعمل ايه؟ هنساوي السرعة بصفر، نشوف الجسم هيغير اتجاه حركته امتى. 19، ركز معايا، هو عايز المسافة يا استاذ، ده خلاص 19، هنعمل بقى 20 المسافة. انا هوضحها لكم بس، اعلم عليها كده عشان تبقى واضحة قدامكم وما تلخبطوش. رقم 20 يا شباب، 20 دي هو عايز المسافة يا استاذ المقطوعة خلال الفترة. اول ما اقول لك المسافة يبقى لازم تعرف الجسيم غير اتجاه حركته امتى، تقوم قايل عين بصفر على طول، تبقى فاهم عين بصفر يبقى تلاتة. في مسألة جت فيها في الامتحان التجريبي بتتكلم عن نفس الفكرة يا شباب،
راجعوا الامتحان انا حله يعني بالتفصيل، راجعوا الامتحان. 3 نون تربيع ناقص 2 نون هنساوي صفر، يبقى تاخد النون على مشترك، يبقى 3 نون ناقص 2 بتساوي صفر، يبقى اما النون بتساوي صفر او النون هتساوي 2 على 3. ها دي خدنا هنا، يبقى هنا 2 على ايه؟ على 3، كانت 3 ودي 2 صح كده يا شباب؟ نقرأ تاني كده المسألة. 3 نون تربيع ناقص 2 خدنا النون على مشترك، يبقى هنا النون بتساوي صفر أو النون بتساوي كام؟ 2 على 3. طيب تعالى بقى نعمل الحروف بتاعتنا للتكامل. هو في المسألة عايز حدود التكامل يا شباب خلال فترة، بيقول لي من صفر 2، الصفر موجود وهنا 2 على 3 بينهم اللي هي 6 من 10 يعني، أو 666,000. أهي يبقى أنت عندك الفترة بتاعتك أنا من صفر 2 وجسيم غير اتجاه حركته عند زمن 2 على 3، فأنت هتجيب التكامل من صفر 2 على 3 زي التكامل من 2 على 3 لحد ايه؟ الاتنين. تعمل التكامل كده، عين د ن من صفر لتلتين زي التكامل من تلتين لحد النين، د ن وادي العين اهي معانا ماشي، يبقى ده فيها. وتعمل محددات، حدد هنا وحدد هنا وشوف قيمة ده بكام وده بكام. طيب يا شباب عوضنا اهو التكامل بتاعي، 3 ن تربيع ناقص 2 ن، عملت الحدود من صفر 2 على 3 وهنا من 2 على 3 لحد 2. بعدين هنكامل زود على الأس واحد والأس مع الأس جديد، يبقى نون تكعب من نص نون تربيع من صفر 2 على 3، وهنا برضه من 2 على 3 بس لحد 2، يبقى حدود الفترة بتاعتك كان من صفر 2 فدي بينهم. بس تعمل محدد هنا وهنا، محدش بقى يختصر، لا انت بتعمل محدد هنا تحسب ده بكام وده بكام وتجمعهم على بعض. انت بتجيب مسافة، خلاص كده انتبهوا معايا. يبقى انت هتجيب المحدد ده كام زي قيمة المحدد ده، يبقى هنا 27 على 27 في الواحد ناقص من 27 على 9 في 3، 3 في 4 12. وهنا نفس الفكرة، نسيب السالب 27 على ال 27 في الواحد اللي 8 خلاص. وهنا طبعا يا شباب يعني ممكن دي سالب اهي، تاخد بالك اللي هنا اللي فوق ممكن يعني تتلخبط وانت بتعملها، واحد مقاماتك يعني انت ممكن واحد مقامات 3 في 27 و 3 في 4 ب 12، فيبقى عندك سالب 12 اهيت، سيب السالب فيبقى الناتج كله سالب يعني، او ممكن تعمل سالب كده عشان ما نتلخبطش. تمام، يبقى انت سالب 8، 27 على 27 في 1 في السالب 8، ومن 27 على 9 في 3 في 4 ب 12، 8 ناقص ال 12 سالب 4 على 27 زائد 27، سالب 8 ناقص 12 بسالب 20، يبقى دي سالب 8، ضربنا بس نقوم في 3 تاني يا ولاد، تبقى 27 تحت وهنا 12، يبقى سالب 8 سالب 12 بسالب 20 يعني، يبقى ده ناتج بسالب 20. يبقى هنا 4 على 27 زائد هنا 4، 1 كده المقامات، 4 زائد سالب 20 على 27، 27 في 4 4 سالب 28، 2 في 4 8 و2 10 ناقص 20 ماشي. هنا 2 ناقص 8 10 يعني 88 يعني، نجمعهم يبقى 27 وهنا 88 زائد 4، 8 4 12 يطلع بقى 1، 9 تبقى ايه؟ 10. هنا يطلع الناتج 116 على 27 يا شباب. ناخد معايا كده تاني، كان في اشاره هنا، احنا لما عوضنا باتنين المفروض نقول ناقص الداله اللي بعدها، فالسالب في سالب دي تبقى ايه؟ موجب. ناخد بالنا وبعد كده يطلع الناتج اهو معانا 112 هنا 4، يبقى 116 على 27 اللي اختار بتاعنا رقم ايه ده. فهمنا الفكره بتبقى قلت المسافه. تمام كده يا شباب، تمام نكمل كده ان شاء الله فيديو تاني بقيه المسائل كده الاجابه بتاعتنا ده. تمام فاهمين ان شاء الله، نكمل بقيه تكامل الدول المتجهه في فيديوهات تانيه باذن الله. وصلنا رقم 20 ونكمل ان شاء الله بشرح المسائل في فيديوهات تانيه. اتمنى تكونوا فهمتوا، وربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمه